اغتيال ديال عمر بن جلون واقع شكل كارثه للحركه الاسلاميه المغربيه في ديك اللحظه. مجلس النقباء في 22 او 25 كان يستحيل اننا نجتمعوا 22 او 25، كان صعيب عنا اننا نجمعوا هذوك العدد نجتمعوا به. فجاء الاقتراح ديال انه من هذوك المجموعه نختاروا سته. كنت انا، منار عثمان، عبد الرحيم السعداوي، ذكير، نور الدين، بالأدهم، الوليد. أنا الوليد كان الله يرحمه في مرض موته وكان جرته، فقال لي ولدي شكون اللي قتل عمر بن جلون؟ قلت له أنا شباب قالك لقاو فيه ملحد. قال لي هو الملحد الوحيد اللي كاين في المغرب، قال لي أنا كنعرف الملاحدة ديال المغرب، عمر بن جلون ماشي ملحد. وبكى، زاد الدموع من عينه وقال لي ما سيبقى في قلبي وما يضرني هو أنني أنا سأموت وأتركك بين أيادي غير آمنة. هذيك اللحظة ما مرت نساني بحياتي وخلاتني نبدا نطرح شي أسئلة. طبعا أنت كنت وقتها قريب، ماذا حصل بالضبط؟ شهادة التاريخ. شهادة التاريخ. كيف تم اغتيال عمر بن جلون؟ أنا ما يمكن لي نحكي إلا داكشي اللي سمعت. نسمعوا بأنه مشى شباب، يعني كل حال كانوا في الحركة الإسلامية، مشاو وتلقاو له، تحاوروا معاه، قتلوه. واحد من هذوك اللي اغتالوا اللي ساهم في عملية الاغتيال أثناء الهروب ديالو تعطلت الدراجة ديالو فتم الاعتقال ديالو. تكلمني على قمع الدولة، متى قمعت الدولة الحركة الإسلامية المغربية؟ مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، سعيد باستضافة الأستاذ مصطفى المعتصم، وهو واحد من واكبوا ميلاد وتطور الحركة الإسلامية بالمغرب. الأستاذ المعتصم عاش مختلف المحطات التي عاشتها هذه الحركة، مرحلة توسعها، الحادث المفصلي المرتبط باغتيال عمر بن جلون، ما عاشته الحركة من فتنة فيما بعد وصولا للمراجعات، ثم بعد ذلك تأسيس حزب البديل الحضاري الذي أعلنت فيما بعد وزارة الداخلية عن حله، وما عاشه الأستاذ مصطفى المعتصم من محنة. نرحب بك الأستاذ مصطفى المعتصم. نريد في هذا اللقاء أننا نستعد معك بعض جوانب مسارك، طبعاً واللي تقاطع كيف قلنا مع الكثير من محطات تطور الحركة الإسلامية في المغرب. نبدأ معك من البداية. في بداية السبعينات كنت عضو في النقابة الوطنية للتلاميذ بالدار البيضاء، وهي تنظيم اللي كان كيتبع المنظمات اليسارية 23 مارس وإلى الأمام. قصة هذا الانسحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أنا بديت العمل السياسي مبكرا، تقريبا ولد 14 عام كنت منخرط في العمل السياسي. التحقت بثانوية الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء في السنة الثانية الإعدادي. أنا كان داك الثانوية فيها الإعدادي والثانوي وفيها حتى التكوين المهني. فكانت الثانوية حبلة بالعمل السياسي، تفاعلات ديال الساحة. وصادف في داك اللحظة منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومنع تأطير التلاميذ، لأن كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى حد ما يؤطر التلاميذ في الثانويات. تمنع الاتحاد الوطني من تأطير التلاميذ في الثانويات، وكانت طرحت الحكومة آنذاك فكرة الوداديات. طبعا الحركة اليسارية، وكنقصد بها الحركة الماركسية اللينينية اللي كانت كتسمى بشكل عام الجبهة، كانت كتنشط كثير في العمل الطلابي، بل ان المجال الاهم في النشاط هو العمل الطلابي، وكان العمل التلاميذي هو الذي يمد العمل الطلابي باستمرار بالمناضلين
وبالتالي اعتبرت ان ضرب الاتحاد ضرب او منع الاتحاد الوطني من من العمل داخل المؤسسات الثانويه غادي يكون ضربه المستقبليه للعمل بشكل عام في الجامعات. لهذا دخلت في نضالات، كنا كنعرفوا على انه سنه 71 72 كانت سنه كلها تقريبا ديال الاضرابات وغتنتهي في عدد من المدن بسنه بيضاء. فبدا التفكير في البديل، وكان من هذه البدائل تطرحت فكره تاسيس النقابه الوطنيه للتلاميذ. طبعا انا كنت انا ذاك كما قلت كنهتم بما هو سياسي في حدود ذاك السنه، كان عندي 16 عام او 17 عام، فاستهوتني الفكره والافكار اللي كانت كطرحها اللي كانوا كيطرحوها واحد العدد كبير من الشباب اللي كان كيعمل في اطار ذاك اليسار اللي كيسمى يسار راديكالي. انخرطت وكنت انا من الناس اللي اسسوا العمل التلاميذي في ليسي مولاي عبد الله امام مع واحد مجموعه من الشباب. لكن هذه حدث واحد المشكل، هو ان المرجعيه الماركسيه اللينينيه اللي كانت طاغيه على اليسار الراديكالي، هو بطبعه كان ماركسي لينيني، فكانوا كيقومون بعملية التأطير. وفي عملية التأطير في الواقع كان عندهم كانوا كيستهدفوا إلى حد ما يعني البعد الديني، لأن كان واحد التحليل كان خاطئ اللي كيقول على أنه النظام كيعتمد على الدين لاكتساب الشرعية. فعوض يحاربوا النظام مباشرة، قالوا إن حاربنا الدين وغنحيدوا له الشرعية، وبالتالي دخلوا في هذا المسلسل. أنا كبرت في واحد البيئة اللي يعني بيئة ديال المقاومين، ديال الناس انتموا لجيش التحرير، ديال مجموعة المناضلين السياسيين اللي كانوا في ذاك اللحظة، ولد درب السلطان، إذا يعني الحي اللي كان كله تفاعل. عمر كان عندي ذاك المشكل ديال النضال السياسي من اجل التغيير نحو الافضل وفي التناقض مع الدين، بل بالعكس كان الوالد الله رحبه واصدقائه الى حد ما في واحد المرحله بداو كيتبناو ذا الفكره ديال الاشتراكيه الاسلاميه، وبان الرسول صلى الله عليه وسلم اول اشتراكي في بحكم التاثير اللي كان ديال الناصريه وغيرها. فانا واحد المجموعه من الشباب بحال الدكتور خليل، بحال حسين اشقرا، بحال السي محمد الحفيري، اللي كنا في هذه المجموعه ديال السي مولاي عبد الله، تصدمنا وحصل حاورتوا هاد المسؤولين على هذه الحركه بهذا الصدد. طبعا كان نقاش، نقاش حول رمضان، نقاش حول العبادات، نقاش. وكنظن انه كان رد الفعل ديال من جمله الاسباب اللي ادت لهذا رد الفعل هو ان داك الفكره ديال الصحوه ولات الصلاه في المؤسسات الى اخره. فهذه حدث هذا الاصطدام ما بين ايماننا كشباب مغربي بضروره تحسين اوضاعنا، لان كنا من فئات اجتماعيه مقهوره، و إيماننا بأن الدين هو وسيلة من وسائل الخلاص. هاد الاصطدام غادي يتوج تقريبا في نهاية سنة 72 بالقطاعة مع شباب أنا كنقول لهم أنهم شباب كانوا مخلصين، شباب اللي هما كانوا نضاف، ولكن عيبهم الوحيد هو أن طريقة التعامل مع الدين وفهمهم الدور اللي يمكن يلعبوا الدين كقوة تحريرية داخل المجتمعات العربية والإسلامية. إذن كان المسار هو الالتحاق بالشبيبة الإسلامية. كيف طبعا الشبيبة الإسلامية على رأسها وقتها عبد الكريم مطيع؟ كانت عندك فكرة هذيك الوقيتة على عبد الكريم مطيع؟ لا أبدا، أنا في الصيف اللي قطعت علاقتي مع الـ مع الـ مع, الـ مع النقابة الوطنية للتلاميذ، احد اصدقاء الوالد الله يرحمهم جميعا هداني جوج الكتوبه، كتاب معني في الطريق وكتاب
الإخوة المسلمين كبرى الحركات الإسلامية. طبعا كان بالنسبة لي الكتاب ديال سيد قطب معقد، ما استطعتش نتابعه، ولكن كتاب الآخر أعطاني فكرة على هذه التجربة ديال الإخوة المسلمين. وصادف أن حتى هذوك الإخوة اللي كانوا معانا، ذاك المجموعة اللي خرجت كلها من قبل الوطنيين للتلاميذ، أنهم ملي عرضت عليهم الكتاب وهذا استحسنوا الأفكار اللي جات في ذاك الكتاب، لأنك تحكي تجربة وكيف أن حسن البنا رحمه الله أسس الإخوة المسلمين في استفادة من تجربة اليسارية اللينينية، تنظيم الليني على الأقل على مستوى التنظيم، من الفاشيستيين، من تنظيمات النازية، من تنظيمات القومية العربية إلى آخره، واستطاع يخلق واحد المدرسة، ولكن دائما خلال المرجعية الإسلامية. معنى آخر أن هذا هو ما كنا نأمل به وما كنا نطمح إليه، أنه تكون عندنا واحد الفكرة ديال التحرر، ولكن في نفس الوقت منطلق من واقعنا. فبدينا كنتلاقاو كندرسو بيناتنا، كنحاولوا نفكروا كيفاش نتوسعوا. في يوم من الايام كيتصل بي احد الشباب وكيقول لي راه حنا كنتلاقاو كاين في جمعيه الانصار، كانت في الدرب الكبير، كنتلاقاو في جمعيه الانصار، ولا بغيتي تجي تحضر راه كاين واحد الاستاذ كيلقي شي دروس وهذا. مشينا فلقينا الاستاذ كمال، كيلقي دروس في الوالد في الارشاد ابراهيم كمال، الاستاذ ابراهيم كمال. طبعا الجانب اللي كان كيتناوله بالدرجه الاولى هي مساله الاخلاق، مساله التربيه، مساله هذه. حدث للاسف الشديد ان الشباب اليساري بلغوا على انه عن طريق عبد اللطيف حسن رحمه الله على انه راه كنقراو واحد الكتاب اسمه كذا، فتطلق علينا الاخوه المسلمين، ولكن غادي يبداو في واحد المرحله كيمارسوا العنف ضدنا في الثانويه. العنف يعني حنا تخيل انا عندي 17 او 18 عام، الثانويه كتقسم على جوج وكندخل وسط منهم، وحاشاكم البصق والضرب والسبان الى اخره. ولكن معناها شنو؟ كاين الفكره الواحده، كاين الاتجاه الواحد، طبعا وكاين رفض اي تعدديه لاي اختلاف. طبعا هما كان الصراحه حتى مع الاحزاب اليساريه الاخرى، اما حزب الاستقلال كان حزب منبوذ داخل الاوسط ديال التلاميذ وديال الطلبه. شنو حزب رجعي على الفتى رحمه الله السبان والمعيور فيه للاسف الشديد. ف هذيك الصراعات اللي نشأت داخل الثانوية غادي. لا قلتي اتصل بك شخص كيقول لك باش تلتحق بجمعية الأنصار. ايه مشيت لجمعية الأنصار. ايه ولكن ما كانش عندها شي حاجة فيما بعد هذا اللقاء هذا؟ هذا كان اللقاء الأول أو الاتصال الأول. من بعد غادي يتصلوا بنا الشخص وغادي يقولنا بأن واحد السيد بغى يتلاقى بكم. حددنا موعد في الجامع ديال المحمدي في الحبوس، الجامع الكبير اللي كان داك الساعه في الدار البيضاء، وكانت المساجد عندك لا تقفل تقريبا من 10 الصباح حتى كتصلى العشاء كتكون مفتوحه. فمن بعد العصر جلسنا، وكان مسجد كبير عندك فين تجلس بكل سهوله وبكل اريحيه. فجلس معنا ذاك الشخص، سمع لنا وقال بأنه هو حتى هو كيطمن معنا وباغي يشتغل، وقدم لكم نفسه وغادي يقدم نفسه لأنه عبد الكريم مطاع، واقترح علينا أنه نبداو نتلاقاو أسبوعيا عند واحد السيد معلم في كل جمعة مساء باش نتلقاو واحد التكوين ديني وسياسي، يعني تربوي سياسي. وبالفعل تنطلق هاد العملية. في واحدة من الشهادات الموثقة، واحد من السداسيين
أي القيادة اللي تولت الشبيبة الإسلامية بعد خروج عبد الكريم مطيع. يقول أن مطيع طلب منهم لربما في 1973 إحراق حصير مسجد ثانوية محمد الخامس، وبعدها أصدر بيان كيتهم اليساريين. شنو ما كانش عندكم فكرة على هاد الطريقة ديال التفكير ديال عبد الكريم مطيع في هاد المرحلة هذه؟ أنا كنظن على أن الأمراض ديال اليسار ورثهم الإسلاميين في المغرب، وكنظن على أن الحركة الإسلامية مرحلة مراحل بدلت الشعارات، ولكن في العمق بقت نفس الطريقة ديال التفكير، نفس الطريقة ديال العمل. اليسار كان كيقول لا إله والكون مادة، جينا حنا كنقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن في هذا على المستوى السياسي والمستوى الكيدي ومسألة كذا، ما كنظنش أنه كنا كنختلفوا كثير على طريقة التفكير العنيف والإقصائي، ما كناش وكنظن أنهما باش ما نظلموا لا يسار ولا إسلاميين، كنا أبناء بيئتنا. أبناء بيئتنا راه كتعرف أن في ذاك اللحظة كان الصراع على أشد ما من في الحرب الباردة، كان الهزيمة الناصرية، كانت يعني أنه كنا أبناء كان سيطرة للفكر الانقلابي، ما كنقولش التوري الانقلابي ديال قلب الأنظمة وكذا إلى آخره، فكنا أبناء بيئتنا. معناه غياب قبول الاختلاف والتعدد سمة رئيسية كانت، وواحد النوع من الصراع السياسي في إطار شريف بين مشاريع مجتمعية. كانت الويل لمن يصرخ الأول. ما كانش الفكرة ديال قبول الآخر، وكان لجوء العنف، وغادي يستمر على كل حال لجوء العنف. راه كنعرفوا الاحداث ديال واحدة من اللحظات القويه لهذا العنف هي اغتيال عمر بن جلون. نعم. في ديسمبر 1975، اي اثر كان لهذا الحادث عليك؟ ولربما قلتي لي انك خبرتي الوالد بهذا الاغتيال. نعم. الاغتيال ديال عمر بن جلون في الواقع شكل كارثة للحركة الإسلامية المغربية في ذاك اللحظة، لأن ضربت القيادة، حيت كان عندنا تنظيم مركزي، يعني كله كيتمركز في يد عبد الكريم مطيع بالدرجة الأولى، وشيئا ما في يد إبراهيم كمال. وغياب القيادة بين عشية وضحاها زعزع البنية ديال التنظيم. ومن جملة المسائل الغريبة اللي غادي نتلقاو من بعد المحاولة ديال معرفة اللي سمعنا بأن إبراهيم كمال تعتقل وعبد الكريم مطيع في الخارج، أنه خص التنظيم يتفتح يتحل، مابقاوش نتلاقاو مابقاوش. أنا كبرت في واحد البيئة اللي هي كتعرف اليسار كان دائما متابع، والمشاكل والقلق والبوليس والمداهمات، فكان كيشتغل في ظروف اللي هي قاسية جدا، فما ما دخلتش هذه الفكرة عندي في راسي، كيفاش التنظيم في اللحظة اللي هو خصو يكون متماسك ينحل يتحل. لهذا القطاعات اللي كنت أنا مشرف عليها في ضرب السلطان في بيل المدون وعين الشوق ما تحلتش، بقينا كنشتغلوا. وعملت على انني كان عندنا قبل القديد عمر بن جلون بشهور، كانت اسس واحد المجلس النقباء في 22 او 25، كان يستحيل اننا كنجتمعوا 22 او 25. هذه قياده مركزيه ديال قياده ديال التنظيم، قياده ديال يعني عمليه ميدانيه يترأسها مطيع. طبعا مطيع. ف كان صعيب عنا أننا نجمعوا هذوك العدد نجتمعوا به، فجاء الاقتراح ديال أنه من هذوك المجموعة نختاروا ستة. كنت أنا ما عادش حتى واحد ما كيذكروا الآن، كنت أنا ومنار عثمان، عبد الرحيم السعداوي، ذكير، نور الدين،
بالأدهم و ممكن السته ما كانش هذاك السادس اللي هو كان في بلجيكا انذاك ما كانش كنا حنا بسته اذا وبدا الاشتغال تشكلت قياده ميدانيه على ديك القضيه الوليد انا الوليد كان الله يرحمه في مرض موته وكان جرته وغادي يصدمني لانه كان شاب مندفع بقوه فقال لي ولدي شكون اللي قتل عمر بن جلون وبين قوسين هو الوليد كان كيقدر عمر بن جلون بالاخص قلت له انا شي شباب قال لقاو فيه ملحد قال لي هو الملحد الوحيد اللي كاين في المغرب قال لي انا كنعرف الملاحده ديال المغرب عمر بن جلون ماشي ملحد وبكى نزلت الدموع من عينه وقال لي ما سيبقى في قلبي وما يضرني هو انني انا ساموت واتركك بين ايادي غير امينه. كان يعرف انتمائك للتنظيم؟ كان كيعرف التوجه الاسلامي؟ كان كيعرف لانه الوالد كيعرفني انا كنت من صغري وانا مبلي بالسياسه فكان سول احد الاصدقاء ديالو اللي كان كيثق فيهم السي محمد بن الطاهر وهذا كان من الناس ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه واحد الرجل فاضل كان استاذ وقال له بان ابراهيم كمال ومطيع ناس مزيانين وكذا والى اخره باغي الخير للامه فاطمئن ولكن هذيك اللحظه اللي من بعد ما بقيتش شفته غادي توفى حيت هو كان هنا في الرباط وانا كنت في الدار البيضاء هذيك اللحظه ما مرت نساني في حياتي وخلاتني نبدا نطرح شي اسئله. استاذ مصطفى المعتصم الشبيبه الاسلاميه كانت جمعيه قانونيه معناها تشتغل بصفه علنيه لكن العديد من شهادات قدماء الشبيبه كيقولوا ان كان هناك تنظيم موازي سميتو حركه المسلم او اتحاد المسلم او شيء من هذا القبيل هذا ما الذي يفسر هذه الازدواجيه؟ انا اعتقد ان الشبيبه هي اللي كانت تنظيم موازي شيء اعتقد هذه الحقيقه وعبد الكريم منطق كان عامل التنظيم الرئيسي حركه الشباب المسلم لا هذيك حركه الشباب المسلم شيء اخر انا كندير كانت الحركه الاسلاميه المغربيه مكونه من شباب مكونه من ولكن المطاي بحكم التجربه ديالو في الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه والتجربه ديالو النقابيه اعتمد التنظيمات الموازيه منها الشبيبه كانت هي مجموعه من المعلمين لان يعني بحكم انه كان مفتش كيشتغل بزاف في وسط المعلمين اذا كان تنظيم موازي وماشي هذا هو التنظيم الموازي الوحيد اللي كانت جمعيه خريجي المدارس العليا المدارس المعلمين من بعد غادي يكون جمعيه الدعوه اللي كانت راسها الشيخ زحال وكان واحد المجموعه من الاخوه دفاع كانت في عين الشوق اذا كان عنده هذا التفكير ديال انه يحمي الحركه بالتنظيمات الموازيه فشخصيا انا ما عمري عرفت راسي انني منتمي للشبيبه نقول الحركه الاسلاميه انت منتمي للتنظيم السري طبعا كان التنظيم هو كان التنظيم الرئيسي والان الناس اللي كتكلم على المعلمين ودور المعلمين وهذا يمكن سمعوا ما عاشوش مرحله المعلمين اللي كانوا الاغلب اما في الشبيبه او في جمعيه الخريجين كانوا كيستقبلونا كيحلوا لنا ديورهم كيعطيونا اتاي كيعطيونا حليوات كان كيتناولوا بعض المرات بعض الدروس كيقراوها الى اخره هذا كيف تما كيوقف عملهم اما في الميدان وفي الجري والتنظيم والاستقطاب وهذا كان التنظيم السري الحقيقي هو اللي خدام فين كينتهي التنظيم السري وفين كتبدا التنظيمات الموازيه انا التنظيم الموازي اللي كنعرفو كيبدا في الوقت اللي كنمشيو باش نجلسو عنده في الجلسات ديال كنجلسو باش كنديرو الدروس ديال التكوين وديال التربيه اشنو هذاك التنظيم السري او علني هذا هادو الناس اللي من بعد نعرفهم انهم علنيين
هنا فين كان حاصر دورهم. وطبعا هما ما كيقوموش بالتأطير بالدرجه الاولى. بعض الاحيان كتكون دروس معده من طرف المطيع وكيتولاو هما باش يقراوها. اما الحقيقه ديال التكوين كان كيقوم بها ابراهيم كمال بدرجه اقل ولكن بدرجه اكثر كان مطيع. مطيع كان عباره على 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 آلة تشتغل من الثامنة صباحا الى الثالثة صباحا. هنا كاين بعض الشهادات كتقول انه كان مطيع كاري واحد عدد ديال المنازل كان كيسميها الكهوف وكان كيزورها في الليل احيانا حتى منتصف الليل يمكن يزور كهف من الكهوف. هاد التسميه ديال الكهوف شنو معناها؟ كان كهف واحد في درب الفقراء. كهف واحد عباره على واحد دار متداعيه كراوا الاخوان بواحد الثمن قليل كانوا كيتجمعوا فيها ما كيلقاو فين ما يعملوا كيمشيو لها. يعني نو ابيطابل بالشكل هذا. هذا هو. اما الجلسات كانت كدار عند التنظيم ديال عند المعلمين وعند في المنازل ديال المعلمين. واحيانا كانت كدار في المساجد. لا طبعا لان المساجد كان كما قلت لك من 10 الصباح حتى كتصلي العشاء. تصلي العشاء ملي كتكون بعض الحالات وغنتذكروا عليها. ملي كتكون بعض الحالات الاستثنائيه مثلا غنوزعوا مناشير وكذا الى اخره كانت تستعمل الكهف. يستعمل الكهف. يستعمل الكهف. السؤال اللي كيتطرح هنا معناه مطيع منذ البدايه شنو هو الهدف ديالو؟ واش هو بالفعل يريد حركه ديال الدعوه التربويه كذا الى غير ذلك، ام انه الفكره الانقلابيه هي اللي كتحركه؟ بشكل عام انا كما قلت لك انا داك كان الصراع اللي كان دار في المغرب هو ما بين انقلابيين وكانت هيمنه وسيطره ديال الفكر الانقلابي عند كل الاطراف. الان ملي كتقرا التجربه ديال الاتحاد الشرقي حتى ملي تاسست حتى التسعينات راه الشبيبه الاتحاديه كانت كتحمل البذور ديال الفكر الانقلابي. اي منازعه الشرعيه كان صراع مع السلطه خصوصا الحسن الثاني رحمه الله كان كيستعمل العنف اقصى درجه العنف ضد المعارضين. وهذا طبعا كيولد ردود الافعال اللي هي اللي عند صاف ان المغرب غادي يشهد اغتيال مهدي بن بركه، غادي يشهد الانقلاب الاول، الانقلاب الثاني، حركه 3 مارس 73، حركه 65 23 مارس 65 غادي يشهد في البدايه التسعينات احداث فاس، احداث الدار البيضاء في 81، احداث طنجه والحسيمه وغيرها في 84. فاذا كانت البيئه متوتره. الان ما يمكنش نحاكم هذيك البيئه ولا ذاك الوسط بالواقعنا الحالي. ولكن اللي كيثير انتباه في تجربه الشبيبه الاسلاميه وعبد الكريم مطيع هو كيف ان هذا الرجل كيشتغل في واحد النوع من العلنيه، لان رغم السريه ولكن هل كان هذا في غفله عن السلطه ديال ان مثلا كتكلم على هذاك الكهف او كتكلم على المنازل او هذا؟ هل عيون السلطه غائبه لهذه الدرجه؟ غنجاوبك باحد اليساريين كان ضم الشاوي اللي قال في احد الكتب ديالو كنظن انه الوقت اللي تم اعتقالهم كانوا كيتصوروا انهم أن السلطة لا تعرف شيئا عنهم، فحينما تم اعتقالهم كيكتشفوا بأن السلطة كانت تعرف كل شيء. ما كنظنش على أن السلطة كانت غافلة على الشبيبة الإسلامية وغافلة على ما كيقوم به مطيع، ولكن كنظن كانت الضرورة للسلطة أنها تسمح بهواميش كبيرة للحركة الإسلامية لخلق توازن مع اليسار. فعلى جميع الصعود والمستويات. إذن هذا من جانب السلطة. ولكن من جانب مطيع شنو؟ كان يهادن السلطة مؤقتا
أم ماذا؟ كان كيقول واحد الكلمة مطاع، كيقول لك الدبل المطور كيتجمع من ربعة د الرجلين، ولا علاه هو ذاك الدبل المطور اللي يتجمع من ربعة د الرجلين. فكنظن أن من بعض الأحيان حينما كتبغي تلعب فالأكثر ذكاء وأكثر شطارة والأكثر قدرة هو اللي كيفوز. هي مباراة. لا فهو ذكي، هو ذكي. أنت مثقف. أنت كنت قريب من عبد الكريم مطيع، عشتي البدايات، عشتي المراحل. في تقديرك شنو منذ البدايات، منذ 70 72 73، شنو مطيع كان عنده خلفية انقلابية؟ طبعا وكان تكتيكيا يهدي السلطة ويبحث على قنوات معها. يعني ككون انقلابيين ما يمكنش. هل تظن ان هناك فاعل سياسي ما كيبحثش على قنوات مباشره او غير مباشره؟ لا، ولكن انقلابي شنو غادي يدير بعلاقات مع السلطه؟ يمكن يعطي اشارات او يعطي رسائل خاطئه. هذا ولكن في هذا الاتجاه غير يجي اغتيال عمر بن جلون. كيف لهذا السياسي الحادق عبد الكريم بوطيه أنه يتورط في هذه الجريمة السياسية؟ أنا قلت لك الدبل المطور كيجمع أربعة الرجلين. المغرب خسر جوج ديال الناس، خسر بن جلون وخسر مطيه، راه نفس الشيء، غير هما كما كيقولوا دو كور دو ميم سين سو روبوس، قاعدة فيزيائية. جوج ديال الناس من جوج ديال الأجسام بنفس الشحنة الكهربائية كيتباعدوا. ف ملي كتلعب واحد اللعبة للأسف الشديد، هو كان بدأ ودهاء يمشي أحسن من الطريق اللي اختار. هل اختارها على قناعة أو استدرج إليها؟ عملية الاغتيال؟ يعني الطريق كلها، المسار كله. آه. والاغتيال هو جزء من هذاك المسار. يعني المحاكمة ما وضحتش. طبعاً. سير ديال الأمور. طبعاً أنت كنت وقتها قريب. ماذا حصل بالضبط؟ شهادة التاريخ. شهادة التاريخ. كيف تم اغتيال عمر بن جلون؟ أنا ما يمكن لي نحكي إلا داكشي اللي سمعت. كنسمعوا بأنه مشى وشباب، على كل حال كانوا في الحركة الإسلامية، مشى وتلقاو له، تحاوروا معاه وقتلوه. مشوا عنده قدام دارو، يمكن مشاو عنده الجريدة وتبعوا حتى لدارو وغتالوه. هو واحد من هذوك اللي غتالو، اللي ساهم في عملية الاغتيال أثناء الهروب ديالو. تعطلت الدراجة ديالو فتم الاعتقال ديالو. هذه الحيتيات. ولكن هما شنو قالوا فيما بعد؟ قالوا من أعطاهم الأمر؟ هما نكروا علاقتهم بمطيع، نكروا في البداية وفي النهاية حتى دسالة المحكمة الآن. ولكن في السجن قالوا شيء آخر. لا الآن يمكن يكونوا كيقولوا حاجة أخرى الآن، أو ملي خرجوا من السجن واحد مدة، ولا البعض فيهم كيقول كلام آخر، يقولون أن عبد الكريم مطيع. أما هم بقوا أوفياء المطيع وحاولوا يتجنبوا ما أمكن أنهم يورطوه أو يورطوا أي واحد آخر، ولكن هو يمكن ما فهمش الرسالة وأساء إليهم أكثر، وبالتالي اليوم ما كاين فيهم اللي كيتكلم. فيه شخص آخر طبعا اللي كان كتار حوله الكثير من التساؤلات، هو عبد العزيز النعماني. عرفتيه أنت أستاذ مصطفى المعتصم؟ إيه طبعا، كان معروف داخل الشبيبة
داخل وانتم كتسميوه الحي الواحد تقريبا. انا كنت داك الساعه في القراعه ولا في شارع الفداء، هو كان في شارع، هو كان في يعني في وراء السينما الكواكب. انا كنت كنقرا مع اخوه، وكان ادوانا كان علمي، هادشي اللي شي نعرفوه من بعد. كنظن انه من المؤسف، كنظن كاين التاريخ مازال خصو يوضح بزاف ديال الامور. اللي كنعرف انه في وسط الحركه الاسلاميه كان صعيب شي واحد ياخذ شي قرار مخالف المطيع، او اتخذ القرار بحال هذا بهذا الحجم هكذا كراسو. وحتى هذوك الشباب اللي نفذوا، ما كنظنش انهم غادي يكونوا يعني قبلوا ان النعماني يجي يقول لهم يلا تغتالوا ولا يلا ماذا نديروا هديه المطاع ولا هديه الشهاده. ما كنظنش، التالي خصو النعماني خصو ياخذ حجمه في هذا المسار هذا. ملي كتطرح لاي عمليه اي جريمه، كتطرح جوج الاسئله، في علم الاجرام الدوافع والمستفيد. ما كنظنش على ان الشبيبه كلها استفدت. الدوافع ماشي ملحد، ماشي ملحد كذا الى اخره، ولكن كاين دوافع اخرى. الرجل كان عنده وزن سياسي في البلاد، كان عنده هذا من عمر بن شلول. معلوم كان رجل شرس في معارضته وهذا. اذا الحقيقه يمكن بعض الاحيان كتضاع في التفاصيل. ولحد الساعه ما كاينش شهادات وافيه في نظرك انت كامله على ما جرى بالضبط في كل ابعاده. كانت المناسبه هي المحاكمه، لكن المحاكمه ما انسحبوا من الاتحاد الشراكي باعتباره طرف المدني، انسحبوا بدريعه على انه كاين وثائق كانت في الملف ما بقاتش في الملف او شي حاجه بحال هذا القبيل، فاحتجوا. وشنو المحتوى ديال هذه الوثائق اللي كانت في الملف ثم اختفت؟ وهذا سؤال خصو تطرح على الاتحاد الاشتراكي، شنو هو السبب، او القياده الاتحاد الاشتراكي شنو هو السبب اللي خلوهم انهم ينسحبوا بناء على وثائق ما كانتش. اش كانت كتقول ذاك الوثائق؟ معناه اعتبروا ان المحاكمه هذه سورية، خذوا موقف قال لك خليوها للتاريخ. فاذا ملي كيكون الطرف اللي هو معني بالدرجه الاولى بالمتابعه كيرفع يدو بهذا الشكل هذا، الحقيقه في الواقع كدو، لان هذه امور فيها الاتهامات ديال الناس، والاتهامات ديال الناس تبنى على حقائق ووقائع، ماشي على التخمين او على الحدس او على التحليل. محاكمه ما عطاتش داك الشيء اللي كان منتظر منها. ولكن مثلا شهادات اخيره اللي شفناها تتهم مطيع بشكل مباشر. لان الرجل هو اللي عطى الامر للنعماني والسعد وشخص انا كنظن ان السعد والنعماني وغيرهم ما كانش يرتكبوا هذيك العمليه الا ما تلقاوش امر من مستوى عالي. نعم، هذيك انا كاتيجوريك فيها، يستحيل. نعم، لان كانت تنظيم منضبط جدا ومركزي. الغريب هو ان مطيع لهذه المرحله كان يهادن السلطه في خطابه، وكان كيركز على محاربه اليسار الحدود. هذه المرحله هذه لا كاين واحد الحادث ما كيتكلموش عليه الناس كثير، هي ان في 74 غناخذوا واحد المعركه ضد مناهج التعليم وضد المقررات ديال التعليم. كانت معركه كبيره، استطاع المطيع
يعبأ فيها كثير ديال الشخصيات الوطنية. لربما هذه بناها انطلاقا من الحديث ديال الحصير ديال ثانوية محمد الخامس. لا كانت بعض الكتب فيها بعض الأمور، مثلا كتلقى كتاب كيتحدث على أن المسيح أبوه نجارا، شي كان في المناهج. الكتاب اللي كان ديال الفلسفة، ورا كتعرف الكتاب اللي كان الكتاب الشهير اللي كان داروا السطاطي واحد المجموعة الجابري وكذا إلى آخره، واللي كان فيه بعض النصوص وبعض المضامين اللي هي كانت صادمة بالنسبة للإنسان اللي هو متدين في المغرب. فإذا هادشي كله غادي يجعل أن مطيع يفكر أنه يخوض معركة، وهذيك المعركة جعلته أنه ينفتح على كثير ديال الفاعليات في البلاد، فعاليات وطنية اللي هي على كل حال قريبة السلطة أو بعيدة السلطة، ولكن في هذا الأمر هذه كانت تخشى على 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 المغاربة من الفكر الإلحادي ومن انتشار الفكر الإلحادي اللي كان كينتشر بواحد الشكل كبير جدا. ويكفي أن نقول أن المدرسة العليا الأساتذة أقفلت لأنها كانت كتخرج بالدرجة الأولى الأساتذة الفلسفة اللي كانوا معروفين بتوجهاتهم اليسارية المتطرفة أو اليسارية اللي هي عندما عرفتش إحنا أن اليسار بشكل عام إحنا ورطنا العداء اليسار ديالنا ورط العداء للدين، يمكن كتقليد لذلك اليسار الفرنسي اليسار، ولكن ما كانش بالمطلق ما كانش معنى الفكرة اليسارية بالمطلق هي معاداة الدين. لا، أنا كنت أتكلم على التيار اللي كان ذاك الساعة جارف، هو التيار ديال اليسار الراديكالي. ما تكلمش على الاتحاديين. إلا خديتي مثلا الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الوطني، أنا ذاك باقي ما كانش تحت الاتحاد الاشتراكي مثلا، والتقرير الإيديولوجي البعيد عن النزعة الإلحادية. ولكن هذاك التقرير الإيديولوجي أثار مشكل داخل الاتحاد، داخل الحركة الاتحادية، ملي تكلم فيها بن جلول لأنه هو اللي كتب، نعم، اللي كيتكلم فيها على الاشتراكية العلمية. الاشتراكية العلمية لا تعني إلى حد في أبعادها السياسية والمجتمعية، ولكن في المضمون في المدرسة الماركسية يعني نوع من التفسير ديال التاريخ ونوع من التفسير ديال رؤية للتاريخ، رؤية للكون، رؤية للإنسان إلى آخره. فعلى كل حال هذه الأمور اللي خلات، نعم، أستاذ مصطفى معتصم، بخصوص هذه القضية ديال الازدواجية في فكر أو في ممارسة عبد الكريم مطيع خاصة في المراحل الأولى، هناك بعض الشهادات تقول أنه كان كيطلب من بعض الطلبة أو التلاميذ اللي حصلوا على البكالوريا أنهم واحدة من جوج، يمشيوا للمدرسة الإدارية يمشيوا للأكاديمية العسكرية. أنا هذه المسألة ديال المدرسة الإدارية أنا اللي كنعرف مزيان أن لا هو ولا إبراهيم كمال كانوا عندهم واحد الحساسيات تجاه ذهب التلاميذ إلى الكليات، كتجيهم حساسية، كيقول لك بأنه الكليات فيها انحراف، فيها الإلحاد، فيها كذا، السيطرة ديال اليسار. أيه، ولهذا حتى الإخوة اللي غادي يجيو من الدار البيضاء وخرجوا من باقي المدن ركزوا على العمل وسط التلاميذ وفي المساجد أكثر من العمل الطلابي. العمل الطلابي كان طالق في 75 في كلية الطب الدار البيضاء. هذا ما كيعنيش أنه ما كانش عندنا طلبة، كانوا عندنا طلبة، ولكن انشغالهم كان بالأخص في الأحياء وفي المساجد وفي مبان المدارس، استقطاب الطلبة والتلاميذ. علاش كان كيتم التركيز على هاد الشباب؟ كنظن انه ان شباب يافي صغير، طريقه التحليل ديالو، طريقه التفكير ديالو كيبقى بسيط. الدكتور سعد الدين العثماني قال ان الشبيبه تشكلت من شباب طيع بالنسبه للمطيع وبالنسبه للقياده. شباب طيع، قال طيع. الانضباط التنظيمي كان عندنا عقيده أمر، إلا عطاك الأمر انتهى. لهذا قلت لك أن كاين بعض الأمور اللي ما يمكنش تدار
لأن هذاك الانضباط الحديدي التنظيم ما كانش فيه العباد، لأن كنا كنفهموا أن الخطأ في التنظيم يعني السجن، يعني المطبات الأمنية، يعني إذن كان هناك انضباط، وانضباط مرتبط بالأوامر اللي كنا كنتلقاو. ولكن هنايا فيه تصريح ديال الأستاذ محمد يتيم كيقول أن الحدود 81 الشبيبة الإسلامية لم تكن مشكلة أمنية بالنسبة للدولة. طبعا مع عمرها صدرت بيان كتهاجم فيه الدولة من تأسيسها حتى خرجت داك المجلة ديال مجاهد طيلة هذه المدة. إذا حتى قمع الدولة كان قمع محدود وتكتيكي وفي حدود مقبولة. كتكلم لي على قمع الدولة، متى قمعت الدولة الحركة الإسلامية المغربية؟ معناها فكانت في اعتقالات محدودة جدا. قضية الاعتقال ديال الناس اللي اغتالوهم رجلهم تحدثتم وإلا لو أنه تمت بحال اللي طرا في الأحداث 16 ماي كيخصهم يجمع الحركة كاملة. معناها كاع اللي عارف هذا وداك اللي ديجيت داك الخطو هذا. ثم أن الدولة حاولت أن ثم حتى بعد خروج مطيع هو كيسير الحركة بالتليفون. التليفون والناس كتاخذ الطائرة وكتمشي للسعودية. إذن نشوفوا هذه القضية ديال المدرسة العسكرية، شنو ما تعرضش عليك أنت بعد البكالوريا شيء من هذا القبيل؟ موطيع كان معارض أنني نمشي لكلية العلوم. معارض واقترح عليا، لأنه أنا كنقول لك هو كانت حساسية اتجاه العمل داخل الساحة الطلابية، واقترح عليا الاقتراحات أنا رفضتها. قلت أنه أنا قدمت رؤيتي اللي توصل بها لعبد الكريم موطيع بأنه أن هذا الشيء غير يعني غير عقلاني وغير مقبول وغير هذا. أنا بالنسبة لي ما يمكن لي إلا أن أليج كلية العلوم، لأن كانت هي الكلية الوحيدة اللي كاينة في المغرب، وغادي نشتغل من خلال العمل الطلابي، لأنه كان ومن غير هذا الشيء أنا ما مستعدش. أنني كنتكلموا هنا في 1976 يعني صيف 76، فلأن الاغتيال عمر جنون جاء ما بين 75 76 السنة الدراسية. فملي بلغوا مغضب وقال لهم هاد التحليل اللي قدم هاد الراجل ماشي ديالو، انا كنعرفو هذا ماشي ديالو، هذا ما يمكن يكون الا التحليل ديال المستشار الملكي بوطالب. ممكن عرف لا بوطالب ولا رحمه الله غنعرفو من بعد. شنو المقصود هاد القضيه ديال بوطالب؟ المهم هذا كلام كيتطلق الى اخره. وجزء من داك القرار ديالي انه ما غادي نلعبش اللعبه ديال المطيع هي داك الدمعه ديال الوالد. ذكرت هذيك الدمعه، غيرت مسار حياتي في الواقع. لكن في سنه 77 غريت الملك مطيع زيارته في مكه. مشيتي عنده، شنو قال لك؟ انا جمدت عضويتي في 76، ولكن كنت انا والسي محمد الحفيري اولى الطلبه الاسلاميين الاوائل اللي دخلوا كليه العلوم. هم اللي دخلت كليه العلوم ما جلستش، يمكن لك اتصل بالطلبه اللي كانوا في ذاك اللحظه. كان يمكن الاتحادي ما يقدرش يهضر امام اليساريين، ولا الاستقلالي مسكين ما كانش كيمكن يهضر، ولكن انا كنت كناخذ الكلمه. كنت كنسير تجمعات فما جلستش، كنت كنشتغل. ف غادي يتصل بيا واحد السيد، واحد الاخ، وغادي يقول لي راه مطيع بغى يشوفك. علاش؟ قال لي راه الاخوه السداسيين الفرد اللي غادي يعوضنا هنا هو بن الشيخ، هو اللي ولا هو اللي ولا السداسي ملي خرجت انا. ف قلت له علاش غادي ما يشوفني مطيع؟ معناه التدقيق، انت بعد هذا الاقتراح ديال المطيع صافي المغامر انسحبت، خرجتي من القياده ديال السداسيين. انا ما كنقولش انه طلب مني الفنيه مني الاكاديميه ولا هذا، قلت انه اقترح عليه واحد الاقتراح اللي كان ما رفضته. نعم. لا عقلا ولا منطقا ولا نعم.
ف غادي يقول لي راه كاين مشكل، راه السوداسيين، راه قلت له كيفاش السوداسيين؟ قال لي راه بن الشيخ ولا معاهم. ايوا اللي راه دخلوا في واحد الصراع وهذا وهذا، راه كاين واحد الخط الثاني ودابا راه مطيع بغى يشوفك. قلت له ولكن انا رانا كان عندي مشكل مع مطيع، وهذا اللي غادي يتصل بيا هو اللي بلغ المطيع انه كنرفض انه هو اللي قال لي اللي جا لي انه كان قريب لي بزاف. قال لي راه مطيع ملي قلت له هاش كنت ردت الفعل ديالو، قال لي لا راه مطيع هضرت معاه في هذا الموضوع وقال وقال بانه لا راه السوداسيين هما اللي كانوا كيعمروه واللي كانوا كذا والى اخره، ودابا راه باغي راه باغي يتلاقى بك وراه تلاقى بواحد المجموعه من الناس. قلت له ما كاين مشكل نمشي. اتصلت به، انا مشيت عندو جوج المرات. إذن هذا اللقاء الاول ديال 77 اللقاء الاول، فجلست معاه للاسف الشديد انا مشيت بالفكره ديال تنظيم تحسمت فيه الخريطه. كاين بعض الاخوه اللي مشاو مع السداسيين لانهم صدقوا داكشي اللي كانوا كيقولوا السداسيين، الاغلبيه مشات ضد السداسيين بقاو مع مطيع، الاغلبيه الساحقه بقات مع مطيع. فمشيت بفكره ديال انه خصنا نبنيو. انا ديجا كنت انا عملت حاله في كليه العلوم بالخدمه وداك، فقال كان وجد ان الرجل يصر على المواجهه ديال السداسيين. انا كنقول له بنيو صافي مشاو بحالهم. لا مصر شنو هذا منطق كان عنده انتقامي من السداسيين؟ نشوفك من بعد على هذا السؤال. ف من بعد غادي نتفقوا على انه نجي غادي ناخذ القطاعات، لان انا كنت مسؤول في الدار البيضاء على درب السلطان على عين الشوق قبل المدون وكذا، نرجع لك القطاعات اللي كانت هذه ولا تسير بعض القطاعات الطلابيه هنا في الرباط. انا داك كنضم السي عبد الاله بن كيران واللي كان استقطبو هو السي نور الدين كاكير، واخا انا كنت بعيد داك الساعه الوقت اللي تم استقطابو، فجابوا لي وقال لي هذا راه في كليه العلوم وهذا راه لان كان خرج من المدرسه المحمديه للمهندسين والتحق بكليه العلوم، وبقيت كنسق معاه ولكن ماشي على المستوى التنظيمي، هضر على التحركات داخل الكليه وكذا الى اخره. ف انا الهم ديالي كان هو التنظيم، هو نعاود التنظيم خصو مشى هذوك مشاو بحالهم صافي صلات على النبي. المره الثانيه من بعد هذيك غادي يبدا المشاكل مع داك المجموعه ديال القياده الثانيه، كنت انا ضمنها. انت كنتي ضمن القياده الثانيه؟ كنتي مع ابو النعيم؟ مع المجموعه ابو النعيم وروين وروين جبل الدين حركات كان معكم ربما في البدايه حتى الاستاذ الرميد، لا مصطفى الرميد هو كان مهم. كان واحد المجموعه ديال الاخوه، الاغلبيه من داك 22 او 25 اللي كانوا تختاروا في داك في 74 ولا 75 بدايه 75. ف بدا المشاكل، بدات الملاحظات، لان هذوك الاخوه غادي يكتشفوا ان مطيع ايضا داير باغي يعمل عاوتاني شي قياده اخرى من قياده وراء قياده. انا داك الساعه كنت انا وواحد المجموعه ديال الاخوه منهم السي محمد المرواني ومنهم واحد المجموعه ديال الاخوه، كنا بدينا كنفكروا في هذا المسار كله، وبدينا كنطرحوا اسئله. من جمله الاسئله ان الحركه الاسلاميه المغربيه ما قدرتش تبلور واحد الفكر ديالها انطلاق من واقعها، وانها كتعيش كتقتات غير بالافكار اللي جابت من خارج المملكه، وهاد الاقتناء ديال هاد الافكار هو اللي طرح لها واحد المجموعه من المشاكل. مثلا ملي كتستحضر ما حدث في الاخوان المسلمين من بعد اغتيال حسن البنا رحمه الله والصراع ما بين الجهاز الخاص والتنظيم، راه نفس الشيء تقريبا يطرف داخل الشبيبه
ما بين القيادة الأولى والقيادة الثانية والقيادة الثالثة. كان موطا عنده واحد الشعر كيقول لك هز هزها وضربها مع الأرض غادي يخرجوا الحناش غادي يخرجوا راسه. بقى كيهز فيها وكيضربها كيهز فيها وكيضربها. فكنا احنا انا والسي محمد المرواني وواحد المجموعه من الاخوه درنا واحد المجموعه ديال التصورات والافكار سميناها واحد الكتاب ابيض فيه ملاحظاتنا على 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 طريقه التسيير ديال الشبيبه وكيفاش يمكن نعاودوا نبنيو التنظيم. فسمع هاد الاخوه كيتصلوا بنا قال لك حنا ما هادشي ما غنمكناش نستمر مع مطاي في هاد الشكل خصنا نوقفوا هادشي اخوان الضربيده وبلاد. هذه القياده الثانيه القيادة ابو النعيم والروين. نعم. فجلسنا كن في السباته كنا واحد اللقاء وعرضنا عليهم حنا داك الورقه اللي كنا كنوجدوها هنا في الرباط وفتقبلوها منا ملاحظات ديال كيفاش نسيروا التنظيم كيفاش يتخذ القرار كيفاش. فالاخوه اتفقوا على انه باش نمشي انا وزاتني مكة. مشينا لمكة وعرضنا هذا 1978 عرضنا الفكرة على الأستاذ مطيع ما ناقشهاش قال لك أنا كنقبل هادشي كله ولكن اش السداسيين بس مشاو بحالهم لا خصنا نصفي مستقبلهم السياسي. هادشي ما كنمكنش يتفهم كل شيء اللي جبتوه كله مزيان انا مقابله ولكن خصنا نصفيه. وهذا الشيء اللي جبناه جزء منه ان خصنا نطوي هذا الملف ماشي نبقاو فاتحينه. فطلب مني انا شخصيا شي مسائل عرفتها. طلب ماذا؟ وامور لنقول اخلاقيه. تقول ان طلب ربما ثلاثه ديال الشروط. قال هذاك القضيه ديال واحد من السداسيين دخل المدرسه الاداريه بطريقه ديال التدليس وجي فضحوا نفضحوه. سداسي اخر اتهموا اتهامات اخلاقيه خطيره وكذا. والاستاذ بن كيران عطاه التنظيم ملي قلت له استاذ راه الله دخل شنو كيقول طردوا من لا كيقول لك عطيه التنظيم عطيه التنظيم. قلت له الراجل يلاه دخل عمل العمل وعب مع عطيه التنظيم على الصعيد الوطني؟ تنظيم الرباط. الرباط. وراه راه من فاديت لان كان غادي يدير لنا واحد الكارثه كانت الطلبه كانوا استقبلوا عبد الواحد بن الكبير الله يرحمه في كليه العلوم. كان تقريبا كاع اليسار المغرب ديال الرباط كله تجمع. هو مشى بغى ياخذ الكلمه بالقوه وكان غادي يدير لنا كارثه وحنا شحال كنا خمسه ولا سته ولا مره اخرى في المعهد العربي المغرب العربي الكبير ايضا كان تجمع ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب وكان وبغى ياخذ الكلمه بقوه. هو انسان ما كان شكش في اخلاصه ولكن كان مندفع في ذاك كان مندفع ولكن كتقول انت انه هو قال لك لا هذا راه عميل ديال السلطه او لا. انا قلت له راس الحاج راه السيد راه ما منضبطش على الاقل خصو شويه انضباط وراه ما خصو شويه ديال التكوين وشويه ديال التربيه وشويه دراه. انا علاقتي بن كيران كانت علاقه وثيقه جدا وكندخل لدارو كيدخل لداري كنعرف اسراره اللي ما كيعرفها حد. فقلت له هذا الشيء راه ما راه ماشي هو هذاك راه ما راكبش. قال لي صافي انت هذه هي الملاحظات ديالك. عطاني واحد المجموعه ديال الشخصيات من امنيه وغير امنيه. قال لي هادو راه قراب من بن كيران. شنو قراب منه عائليا؟ قراب منه عائليا وغير عائليا. قلت له وهذا واش انت هادشي مو قال لي انا موثق انت ما كتعرف والو. قلت له هذا مدعات انه السيد خصنا نحطوه في الثلاجه الا كان هادشي اللي كتقول صحيح. قال لي لا النظام بغى يسربوا لي باش يضحك عليا. انا غادي نعطيه التنظيم ونعطيه الشبيبه ونلصق فيه كلشي. نلصق فيه كلشي شنو غتير عمر من اللون من كاع داك كاع المصائب. وكان في نظرك انت الراجل جاد في هذا الكلام اللي كيقول
جد لا، على الأقل بالنسبة لذاك جوج ديال الإخوان الآخرين السي داكير والسي بلدهم كان جاد، كان جاد ما يتعلق بالكيران. كان كيناور معاك باش تخلي التنظيم بالكيران وصافي باش مشي بحالي، باش تمشي انت فحالك، لأنه كان كيعتقد أن نضرب مع القيادة على ما بن كيران ولا هذا ولا غيره. ما كانش كيعرفني بأننا ولكن ولكن, ولكن هنا هذه المسألة ديال شنو، هذا فاعل يقول أنه بخلفية إسلامية ويغيب الصدق في خطابه في واش كتعرف بأن حسن الهضيبي دخلوا الشباب ديال الجناح الخاص، دخلوا البيت بسلاحهم هجموا عليه، هو داك الساعة كان مسؤول على التنظيم. شو معناها هذيك المقولة ديال الجابري، الدين يوحد والسياسة تفرق، شنو معناه ملي كتدخل العمل السياسي احيانا كنظن الميزة كتخدم الماكيافيلية، كنظن الميزة الأساسية في المغرب السياسة تفرق، الدين يفرق، الكرة تفرق، الفنون تفرق، وضعنا هو هذا اليوم. اي مجال مشيتو له كتلقاه كله مشتت، وهذا كارثة. أنا كنقول على أنه الرجل باش كانوا بنو بيئتي، أنا كنعرف جوج مطاعات، كنعرف مطاع اللي كان في المغرب ومطاع آخر، الجري والعمل والتفاني والسندكي، وعنده فيه عنده أن باجاج انتليكتيو ما سألش، ومطاع اللي خرج اللي في الخارج، كان في الخارج مطاع آخر قطع آخر. فلهذا أنا كنقول على أنه من اللي يقال لي هذا الكلام، بل لي بأنه الرجل غير يعني ما غيش يحل المشاكل، وذاك الهضرة ديال أنه أنا قابلكم هذا الشروط، ذاك كل كلام فارغ. فأخذت العزم على الابتعاد نهائيا عن الشبيبة، وكنت فاتحت مجموعة ديال الإخوان. هذا أنت زرته قبيل أحداث الحرم؟ قبيل أحداث الحرم 78، ولكن بعدها غادي تكون الاحداث، بعدها تكون الاحداث شي شهرين او 3 شهور تكون الاحداث ديال الحرم. فرجعت بحالي، شديت عليا باب داري. انت وقتها طالب في كليه العلوم؟ كنت طالب في كليه العلوم، ومن وهاد الزياره ضيعت لي الامتحان ديال، اضطريت انه نعاود السنه. المهم واش هنا غادي يبدا المسار ديال مراجعة وديال البحث عن أفق آخر؟ هو المراجعة أنا بدأت من أنا كنقول لك راه تقريبا إلى وين نتكلم، وراه من 76 من داك الدمعة ديال الأب وأنا كنراجع، ولكن غادي تاخذ سرعة أخرى لأنه أنا كنآمن بأننا أمة ما يمكنش تعيش بلا إسلام، مآمن بأنه يجب العمل بإخلاص في الدين، وبأن الدين ما كيقبل إلا النظافة. وبالتالي ملي شديت هذا الباب حاولت نحل بيبان اخرى برؤية اخرى ثقافة اخرى بفكر اخر الى اخره. فبمطاع غادي صيفط لي واحد من داك الاخوان اللي مفروض انه غادي يتورط الى مشيت شكيت بهذاك اللي في لينا، بهذاك الاخ ديال السداسيين اللي دخل المدرسه الاداريه كيقول هو التدليس. الاخ اللي هو كيقول انه هو اللي قام بداك العمليه هو اللي غادي يجي عندي، كيقول ان هذاك الاخ هو اللي مشى كتب له او دوز امتحان في بلاصتو. هو اللي غادي يجي عندي، وجا بن كيران ولكن من كيران بقى بعيد باش يسولوني واحد السؤال بسيط، واش غادي تعمل داك الشيء اللي امرك به هذا ولا ما تعملوش؟ كما سمحوا لي انا مقا كضربتني اي شيء بالشبيبه. وهذا السيد اللي جاك خبرك ما فخبروش هو ان مطاع راه يريد تبريطه، فسولني قال لي علاش السي مصطفى، لان الاخوان على كل حال كنا متعلقين ببعضنا مع اختلاف على مستويات الوعي، قال لي علاش السي مصطفى. قلت له اعفيني ما شو نقول له، نقول له راك انت في الكوليماتور عفيني.
سي بن كيران عملت له هكذا، قلت له سير ودي سي بن كيران بغيت القياده الله يحفظك عليها. معناه هو في اللقاء معك استهدفهم هما بجوج، والحال انهم جايين من طرف وعاود مره اخرى باش يسولوني واش غنطبق داكشي اللي اتفقت. فهادشي ملي كنتذكرو كي مؤلم، ولكن كنظن بعض الاحيان كنقول بانه هاد القضيه كاين الشهاده كتقول انه ملي زاروا ابو النعيم وابو الروين ربما في 77 اتفقوا هما على انه بعد ما كيجتمع بكل واحد فيهم يجيو يقولوا لبعضهم اشنو قال لكل واحد، فلقوا انه كيقول كل واحد كلام مختلف عن الاخر، ومن هنا قرروا يقطعوا ما حتى هما هما قطعوا حتى 78 تقطعنا جميع، لان هذوك كاع هذيك المجموعه ديال 25 او شحال كلها غتقطع معها ولينا قياده اخرى. دابا هي القياده غادي تجي القياده اللي غادي يكون فيها بن كيران وغادي يكون فيها نختموا هاد الحلقه هذه بهاد الشخصيه ديال عبد الكريم موطيع. شنو هي؟ شنو هذا؟ رجل ماكيافيلي ماذا؟ انا عرفت جوج مطاعات، عرفت مطاعات المغرب وعرفت مطاعات الخارج، ولكن حتى مطاعات المغرب هذا اللي مثلا يحرق يطلب ان يتحرق الحصير ديال المسجد ويقول راه اليسار اللي حرقوا، راه من هنا كتبدا العمليه. انا كنقول لك حنا اسلمنا التجربه اليساريه. اسلمناها وغنقول لك واحد الحاجه، الى يومنا هذا كثير من الحركات الاسلاميه تعيد انتاج التجربه اليساريه حتى في العمل الطلابي. ما كانش نقد حقيقي، لان ما كانش مفكرين في الواقع اليومي يعملوا، فكنعاودوا يعني نفس الاخطاء نفس الممارسات اللي تمارست في واحد اللحظه معينه في الصحه الطلابيه. تخيل الصحه الطلابيه معروف انه واحد العدد كبير من المناضلين والمخلصين كانوا كيعتبروا انهم المناضل الحقيقي هو اللي كيسقط العام الاول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع والعام الخامس، كيبقى كيسقط باش كيبقى يناضل. وراه هادشي حتى حنا ورطناه. واحد النكته، واحد الاخ كان جا كتبوا في هذه النكته. واحد النكته، واحد المره كان جا شي واحد من الخارج كيجلس مع الاخوان، فكل واحد كيقدم نفسه، انت اش كتعمل حتى وصلنا لهذا الاخ. قال له انت؟ قال له انا السنه الرابعه في كليه الطب. وبقى ملي دخل السنه الاولى. شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى معتصم، ويتواصل حوارنا معك بحول الله في حلقه قادمه.